شفتيه من الصبح على كده. طب على الاقل يرد يطمني هو فين، مش عارف بالصدفه انه سافر المنيا. طب وهو ايه اللي خلى جابر ده يكلمك؟ عايز يعرف ايه اللي من البيه ومرات اخوه يخليه يسافر له هو مخصوص عشان يسالوا عليها مش اي حد تاني. عارفه هي لو منار رمت نفسها في الميه فعلا زي ما عمر قال لي تبقى اكيد ماتت، لان منار اساسا ما بتعرفش تعوم. تعوم بقى ولا ان شاء الله معناها عامت؟ انا مالي؟ هو بيعمل فيا كده ليه؟ عايزه افهم بيعمل فيا كده ليه؟ انا عملت له ايه؟ ليه بيعمل معايا كده؟ شش، وطي صوتك عشان عمر. انا هتجنن يا هند. الموضوع كان خلص خلاص واتنسى وكل حاجه كانت زي الفل. فجأة مكالمة تليفون منها كل حاجه تتشقلب، شقلبت حياته وشقلبت الدنيا وشقلبت كل حاجه. انا ذنبي ايه في اللي بيحصل؟ ذنبي ايه؟ هي مكالمة التليفون دي بقى هي اللي مخلياني متأكدة إن منار هي اللي قتلت جوزها. منار لعبتها صح. فكرت في ظهر تتسند عليه لما تنفذ جريمتها وما لقتش أفضل من حسين. فهمتي حاجة؟ أنا مش عايزة أفهم حاجة. أنا كل اللي عايزة أفهمه إنها ماتت وغارت في 60 داهية. كابوس كابوس مش قادرة أستحملها كابوس. ثانية واحدة بس، هو مين دي اللي تغور في 60 داهية؟ ما حد يرد عليا. بتتكلمي عن أختي صح؟ يعني جاية بيتي وبتتكلمي عن أختي بالطريقة دي؟ حبيبي اي ثينك انت سمعت غلط. انت بس عشان تعبان ومش نايم كويس ففهمت الموضوع. مش هنام ومش هرتاح غير اما اعرف اختي فين. ربنا يطمنكوا عليها. غدا من فضلك لو حابه تيجي البيت ده تاني بتصل استاذين الاول. اوكي يا عمر بيه. اوامر تانيه؟ لا. انت ايه اللي قلته ده؟ مش عايز ولا كلمة. لولا اني مقدرة الظروف اللي انت بتمر بيها اقسم بالله كان هيبقى ليا تصرف تاني معاك.